السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب مدرسة دار المعارف، أهلا ومرحبا بكم في مادة العلوم الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله هنبتدي مع بعض أو هنستكمل مع بعض الوحدة الثالثة اللي هي مكونات الغلاف الجوي. هنشرح مع بعض الدرس الثاني اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون. طبعا كلنا عارفين يا ولاد ان غاز ثاني اكسيد الكربون بيعتبر برضو من اهم الغازات اللي موجودة في الغلاف الجوي. طبعا احنا عارفين ان ثاني اكسيد الكربون بيعتبر شرط اساسي من شروط قيام النبات بعملية البناء الضوئي. طيب عندي ثاني اكسيد الكربون بيوجد في الغلاف الجوي بنسبة 3%. بيتركب غاز ثاني اكسيد الكربون من او جزيء غاز ثاني اكسيد الكربون بيتركب من اتحاد ذره كربون مع ذرتين اكسجين، وبنرمز له بالرمز CO2. يبقى ثاني اكسيد الكربون جزيء ثاني اكسيد الكربون بيتكون من اتحاد ذره كربون مع ذرتين اكسجين، بنرمز له بالرمز CO2. طيب يا ترى ايه هي مصادر غاز ثاني اكسيد الكربون؟ بينتج من ايه؟ اولا بينتج من تنفس الكائنات الحيه اثناء عمليه الزفير. تاني حاجة بينتج من احتراق المواد العضوية مثل احتراق الخشب، الفحم، الزيت، البنزين، التبغ. طيب احنا كلنا عارفين زي ما قلنا ان ثاني اكسيد الكربون زي ما ليه اهمية في الغلاف الجوي او في الهواء الجوي على سطح الارض، لو زادت نسبته عن 3% بيبدأ يسبب اضرار. طب تعالوا نتعرف مع بعض ايه هي اسباب ارتفاع نسبة ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي. طبعا بتزيد نسبة ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي بسبب اولا محركات وسائل النقل والمواصلات، اتنين بسبب تناقص المساحات الخضراء وازالة الغابات، تلاتة احتراق كميات هائلة من الوقود في المنشآت الصناعية ومحطات الوقود. كل دي من اسباب ارتفاع نسبة ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي. طيب اتفقنا مع بعض ان لو زادت نسبة ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي عن 3% ده بيسبب اضرار. من الاضرار اللي بيسببها ارتفاع نسبته، واحد اختناق الكائنات الحية، اتنين حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري دي هي عبارة عن ارتفاع درجة حرارة الارض تدريجيا، وده بسبب زيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون عن نسبته الطبيعية. يعني لو زادت نسبة ثاني اكسيد الكربون عن نسبته الطبيعية ده بيؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الارض. طيب الكشف عن وجود غاز ثاني اكسيد الكربون، كلنا عارفين ان ثاني اكسيد الكربون زي ما لسه قايلين دلوقتي انه بينتج من تنفس الكائنات الحية في هواء الزفير، وكذلك تنفس النباتات النامية، وايضا من احتراق المواد العضوية. طب ازاي بنكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون؟ يتم الكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون بواسطة ماء الجير الرائق. ماء الجير ده الاسم الكيميائي بتاعه اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم. طيب عند امرار غاز ثاني اكسيد الكربون على ماء الجير بنلاحظ يا ولاد ان ماء الجير بيتعكر. طب بيتعكر ليه؟ ده بسبب تكون راسب ابيض من كربونات الكالسيوم، ودي عبارة عن مادة بيضاء او راسب ابيض، ده ما بيدوبش في المية. يبقى لما يجيلي هنا علل ليه عند امرار غاز ثاني اكسيد الكربون على ماء الجير الرائق بيتعكر، اقوله بسبب تكون راسب ابيض من كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء. تحضير غاز ثاني اكسيد الكربون في المعمل، عندنا زي ما احنا شايفين الجهاز المبين بالشكل ده جهاز تحضير غاز ثاني اكسيد الكربون. بيتكون جهاز ثاني اكسيد الكربون من عندنا دورق من الزجاج، وده بنضع فيه مسحوق كربونات الكالسيوم، وعندنا قمع زجاجي وده بنضع فيه حمض الهيدروكلوريك المخفف، وعندنا صنبور، وعندي هنا مخبار بيكون فيه هواء. تمام كده اهو. طيب اول حاجه لما بنيجي نحضر غاز ثاني اكسيد الكربون في المعمل لازم نكون الجهاز زي الشكل اللي قدامنا ده بالظبط. اولا بنضع كربونات الكالسيوم في الدورق، وبنضع حمض الهيدروكلوريك في القمع الزجاجي. بنبدأ نصب قليل من حمض الهيدروكلوريك على كربونات الكالسيوم.
طيب بنبدأ نلاحظ ايه يا اولاد؟ بنلاحظ حدوث هنا فوران. طبعا الفوران ده بيبدأ ينتج منه غاز، بيبدأ يتصاعد غاز. الغاز اللي بيتصاعد عندي اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. طبعا بيبدأ يتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون في الانبوبة الزجاجية دي. طبعا احنا اتفقنا ان المخبار ده فيه هواء. عندي بيجمع غاز ثاني اكسيد الكربون ده بإزاحة الهواء لاعلى. يبقى انا استنتج من اللي احنا عملناه ده ايه؟ ان غاز ثاني اكسيد الكربون بيحضر من تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع كربونات الكالسيوم، وقلنا بيحدث فوران بينتج منه او بيتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب بيجمع غاز ثاني اكسيد الكربون هنا ازاي؟ بإزاحة الهواء لاعلى. طب ادي سؤال علل، ليه بيجمع غاز ثاني اكسيد الكربون بإزاحة الهواء لاعلى؟ طبعا لانه اثقل من الهواء، عشان هو اتقل من الهواء، فبالتالي بيزيح الهواء لايه؟ لاعلى. طب ليه هنا ما عملناش زي الاكسجين وجمعنا غاز ثاني اكسيد الكربون بإزاحة الماء؟ طبعا لان ثاني اكسيد الكربون بيذوب في الماء. يبقى ادي تاني سؤال علل، لا يجمع غاز ثاني اكسيد الكربون بإزاحة الماء لاسفل، ليه؟ قال لانه يذوب في الماء. عندنا بعد كده خصائص غاز ثاني اكسيد الكربون. اول حاجه غاز ثاني اكسيد الكربون عديم اللون والرائحه، لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، ولا هو بيشتعل ولا بيساعد على الاشتعال، عشان كده بيستخدم في اطفاء الحرائق. ادي كمان سؤال علل، ليه بيستخدم غاز ثاني اكسيد الكربون في اطفاء الحرائق؟ اقول لانه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. ثالث حاجه من خصائص غاز ثاني اكسيد الكربون انه يذوب في الماء، عشان كده لا يجمع بإزاحة الماء. رابع حاجة أثقل من الهواء، لذلك يجمع بإزاحة الهواء لأعلى. خامس حاجة بيتفاعل ثاني أكسيد الكربون مع الشريط المغنيسي والمشتعل، ويبدأ يتكون عندي مادة بيضاء من أكسيد المغنيسيوم. زائد كمان يا ولاد إن أنا بلاحظ إن بتبدأ تتكون عندي مادة سودة على جدار الأنبوبة أو جدار المخبار اللي عندي، ده اللي هو الكربون الأسود أو الفحم. يبقى هنا لما يقول لي ماذا يحدث عند وضع شريط مغنيسيوم مشتعل في مخبار به غاز ثاني أكسيد الكربون، هقول تتكون مادة بيضاء من أكسيد المغنيسيوم ويترسب الكربون الأسود على الجدار جدار المخبار. طيب أهمية واستخدامات غاز ثاني أكسيد الكربون. اولا ثاني اكسيد الكربون بيستخدم في اطفاء الحرائق، وقلنا لسه قايلين السبب، قلنا لانه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. تاني حاجه بيستخدم في صناعه المشروبات الغازيه اللي هو الحاجه الساقعه اللي احنا بنشربها. تالت حاجه بيستخدم في صناعه الثلج الجاف، والثلج الجاف ده هنشرح دلوقتي عباره عن ايه. عباره عن ثاني اكسيد الكربون بس في حاله صلبه. طب الثلج الجاف ده اللي هو بيستخدم في عمليات التبريد. رابع حاجة بيستخدم في صناعة المخبوزات. طبعا احنا عارفين ان لما بنيجي نعمل اي عجين بنضيف للعجين ده خميرة، يبقى احنا بنضيف الخميرة الى العجين والمخبوزات. ليه يا ولاد؟ عشان عندي عند اضافة الخميرة بيبدأ يتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون، وده بيجعل الخبز مساميا ومستساغ الطعم، يعني جيد الطعم. خامس حاجة بيدخل غاز ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي، ده أصلا شرط أساسي لقيام النبات بعملية البناء الضوئي. تمام كده اهو. طبعا عملية البناء الضوئي احنا ذكرناها قبل كده ان هي عملية مهمة جدا، بتساعد النبات في تكوين غذائه، وبتساعد أيضا في الحصول على غاز الأكسجين، بينتج منها غاز الأكسجين. نيجي بقى نعرف ايه هو الثلج الجاف ده. الثلج الجاف هو عبارة عن غاز ثاني أكسيد الكربون في الحالة الصلبة، هو غاز ثاني أكسيد الكربون في الحالة الصلبة، حيث يتحول غاز ثاني أكسيد الكربون إلى سائل بالضغط والتبريد، ثم بتخفيف الضغط بيبدأ يتحول إلى صورة إيه؟ صلبة. طب بيستخدم في إيه الثلج الجاف؟ بيستخدم في عمليات التبريد. طيب عندنا بعض التطبيقات الحياتية أو الموجودة في حياتنا على غاز ثاني أكسيد الكربون. احنا لسه قايلين من شويه ان غاز ثاني اكسيد الكربون بيستخدم في صناعه المشروبات الغازيه او المياه الغازيه اللي هي الحاجه الساقعه، ولكن يا اولاد الافراط في تناول المشروبات الغازيه دي بيكون غير صحي، لانها بتسبب مرض هشاشه العظام.
عشان كده العلماء بيطلقون عليها الأغذية الفارغة، لأن ما فيهاش أي فايدة خالص لعدم احتوائها على أي عناصر غذائية سوى القليل من الإيه السكر، عشان كده بنسميها الأغذية الفارغة. عندنا سؤال علل بيقول لي إيه، يجب عدم الإفراط في تناول المشروبات الغازية، ليه؟ هقول له أنها تسبب مرض هشاشة العظام. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس التاني اللي هو بيتكلم عن غاز ثاني أكسيد الكربون.